افريقيا، فاز على الزمالك في المباراه الاولى 75-71 وخسر من الزمالك في لقاء العوده 75-59. اما قبل النهائي خسر من سبورتنج بعد مباراه ماراثونيه 2 اكسترا تايم 106-104، لكن عاد من جديد المارد الاحمر بنتيجه 86-77 في مباراه العوده. واخيرا كان امس بالفوز على الاتحاد السكندري بنتيجه 68-65. لحظات على بركه الله نبدا المباراه. حكام هذه المباراه كابتن هاني مصطفى من حكم من الشرقيه، حكم من منطقه الشرقيه حكم اول، والكابتن وائل ابراهيم حكم ثاني من القاهره، والكابتن احمد عياد حكم ثالث من اسكندريه. وهنقول لكم تشكيل دلوقتي النادي الاهلي. بدات رمية القفز او الحيازه التبادليه وراحت لنادي الاتحاد. نبدا المباراه. دولا لاعب نادي الاتحاد ومعاه دفاع مان تو مان النادي الاهلي، رامي ابراهيم ومعاه تودو براين وميديام شوت ما بتجيش، يلم على طول الاتحاد وبيسجل اول نقطتين يفتتح بيهم التسجيل في سله النادي الاهلي. تودو براين لحاتم البحيري، سيف سمير بيجي له سكرين بيروح لسيف تاني، سيف بيدور على مؤمن وسكرين من سيف، يطلع تودو براين من بره يقابل النصر محمود ابو النصر بيحاول اخترق من الميدل وارتكاز خلفي وميديام شوت ما بتجيش، يلم جالوي بيطلع بالملعب يهدي على ملعبه، مفيش فص بريك، يهدي على ملعبه على طول، بيحاول يخترق من لعيبه كويسه وفينش بايده الشمال وبيسجل نقطتين ويحتسب الحكم خطا على سيف سمير. باسكت كاونت وان مور لصالح جالوي لاعب نادي الاتحاد. 9 دقائق 7 ثواني على انتهاء الفتره الاولى. الرمية الحرة الإضافية ما بتجيش، تودو براين بيلم الريباوند بيطلع لسيف سمير، سيف سمير لكن هنا مخالفة المشي بالكرة على سيف سمير لاعب نادي الأهلي. أوتسايد صالح نادي الاتحاد. دولا 21 عام، رامي إبراهيم أو عفوا هيثم كمال، شوشة سكرين من رامي لرامي، 3 بونت من بعيد ما بتجيش، يلم سيف يطلع لحاتم، حاتم الناحية التانية سكيب باص لكن يقطع شيشة في النص، باصات مش مظبوطة، دولا ومعاه حاتم، جالوي جرب حظه على الثلاثة بونت وبيسجل 3 نقاط، 7 نقاط مقابل لا شيء لصالح نادي الاتحاد. يبدأ الهجمة تاني في مركز صانع اللعب، حاتم البحيري واحد من نجوم هذا الموسم يخترق ليوصل لكن باد باص كده بتطلع لجالوي، جالوي لدولا، دول على الفص بريك بيلحق بيهدي ملعبه 1-2، حاول يفنت ويعدي من البيز لاين، طلع سكيب باس لجالوي، جالوي بيجرب حظه المره الثانيه ما بتجيش، يلم حاتم البحيري فعلا يلم لكن هنا لاعب نادي الاتحاد بيرتكب خطا على نادي الاتحاد. نرجع للمباراه مره ثانيه. ابو النصر من نادي الاهلي، توتو براين، ابو النصر تاني، سكرينات توصل لحاتم البحيري في البيز لاين، يجرب حظه مؤمن يدي لتوتو براين، هيلعب 1-1 معاه رامي ابراهيم، طلع لحاتم البحيري يجرب حظه ويرد ما بتجيش، يلم سيف على السكند شوت يطلع له براين ميديم شوت لكن هنا في بلوك من نادي الاتحاد وهنا بيحصل ان سبورتسمان لايك فاول على النادي الاهلي. محادثات ما بين حكم المباراه وكابتن طارق خيري، ان سبورتس مان لايك فاول على النادي الاهلي. رميه حره لجالوي يسجل الرميه الحره الاولى، الرميه الحره الثانيه جالوي وبينجح في تسجيل الرميه الحره الثانيه. 9-0 لصالح نادي الاتحاد. رامي جالوي، رامي تحت الباسكت ميديم شوت ما بتجيش، يلمر على طول تودو براين،
كودو بروين بيطلع لحاتم، حاتم على الفص بريك 3 على 3. ميديم شوت كمان من سيف سمير بيسجل ويفتتح التسجيل بعد حوالي دقيقتين ونص باول نقطتين لصالح النادي الاهلي، 9-2 لصالح نادي الاتحاد. دولة جلوي مع دفاع قوي من ابو النصر، بيجي له سكرين جلوي ميديم شوت يدور عليها، رامي ابراهيم بيطلع على الثلاثه بونت بيشوط ما بتجيش، يلم ابو النصر على طول، واحد من نجوم المباراه امس حاتم البحيري لابو النصر، وسكرين من سمير سيف سمير وبينزله الكره، لكن هنا بيرتكب خطا شخصي على اللاعب رقم 88 رامي ابراهيم لاعب نادي الاتحاد. اوتسايد صالح النادي الاهلي ابو النصر ومعاه جلوي دفاع قوي، استطيع ان هو يخش وينجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي، تصبح النتيجه 9-4 زي ما شايفين على الشاشه كده. دولة لاعب نادي الاتحاد، هيثم دفاع قوي من الاهلي مان تو مان، دولة تاني سكرين من هيثم، دولة بيحاول اخترق بيدي لهيثم مع توتو براين سيمي هوك ما بيجيش، بلوك رائع من سيف سمير يطلع على طول لحاتم البحيري، بيوصل حاتم يهدى على ملعبه يبص لسيف قال لك انا كمان اجرب، سيف بيجرب ما بتجيش، السكند شوت عند مين وبينجح فعلا بفدائيه كده ابو النصر ان هو يلحق الكوره قبل ما تطلع اوت وطلعها على نادي الاتحاد. حاتم البحيري اختراق من الميدل لسيف سمير ويستعمل اللوحه وبيسجل نقطتين وياخد فاول على هيثم لاعب نادي الاتحاد. هيثم كمال لاعب نادي الاتحاد برميه حره اضافيه اند 1 9-6 لصالح نادي الاتحاد وبينجح في تسجيل النقطه الاضافيه، يبقى 9-7 لصالح نادي الاتحاد، يضيق الفارق الى نقطتين والكره مع نادي الاتحاد. دولة عايز يوسع الفارق، فعلا يوسع الفارق بثلاث نقاط، 5:50 على انتهاء الكوارتر الاول، 12 الاتحاد 7 الاهلي. حاتم البحيري سيف سمير مؤمن سكيب باس الناحيه الثانيه لحاتم بتوصل 5 ثواني على 24 لسيف سمير وبينجح في تسجيل نقطتين، 9 الاهلي 12 الاتحاد. دفاع قوي من حاتم البحيري على دولة، يعدي دولة بعد ما جاله سكرين من هيثم كمال، دولة مع سيف سمير، خلي بالنا من ميس ماتش اللي حصل ما بين هيثم وبين البحيري، شوشة من بعيد يمارس هوايته ينجح في تسجيل ثلاث نقاط، 15-9 لصالح نادي الاتحاد. حاتم البحيري يعدي بملعبه يوصل لسيف ياخد من سيف تاني يفتح سيف على الثلاثة بون يجرب حظه عايز يرد ما بتنجحش في تسجيل الثلاثة بون، يلم نادي الاتحاد الكرة مع دولة، دولة بيعدي يخترق يوصل مع تودو براين لكن بينجح من تحت ايد تودو براين انه يسجل نقطتين لصالح نادي الاتحاد عشان تصبح النتيجة 17-9. تودو براين نرجع تاني للمباراة يبحث عن سيف سمير تحت الباسكت تتقطع منه تروح لجلوي، جلوي باص كده لهيثم، هيثم بينجح في تسجيل دنك ويزيد الفارق الى 10 نقاط لصالح نادي الاتحاد. حاتم البحيري يعدي يوصل ميديم شوت زي الفاول شوتن كده ما بتجيش، يلم جلوي من الاتحاد يطلع بملعبه يهدى على ملعبه ووقف لعبته يخترق هو يوصل في مهمه عنتريه وينجح في تسجيل نقطتين على طول. كابتن طارق خيري يطلب تايم اوت لتنظيم الصفوف الدفاعيه النادي الاهلي دفاعيا، يعني في حاجه غلط على طول، كابتن طارق خيري يستغل التايم اوت عشان نبتدي ينظم صفوفه الدفاعيه بعد ما وصل الفارق 21-9 لصالح نادي الاتحاد. نقول لكم التشكيل مره ثانيه، رقم 88 رامي ابراهيم، 5 محمد طه، هيثم كمان رقم 6، 7 ياسر سعيد، 8 يوسف شوشه، 10 مؤمن، 55 جلوي،
ادهم طارق الصباغ 23 احمد طارق الصباغ رقم 13 دولا رقم 0 و14 احمد ابو العلا واخيرا 42 علي محمد علي. ودي التشكيله اللي متسجله في صحيفه السكور شيت. اما النادي الاهلي مودي رقم 4 عبد الرحمن حسام بودي وهو واحد الناشئين رقم 5 احمد السلعوه رقم 7 8 سيف 11 محمد عدلي 14 عمر طارق واحد من الناشئين مؤمن ابو العينين 15 ابو النصر 23 الدهشان 24 تودو براين 55 مصطفى مشعل 70 حاتم البحيري رقم 77. القياده الفنيه للنادي الاهلي كابتن طارق خيري، القياده الفنيه لنادي الاتحاد الكابتن عمرو ابو الخير. هل هيحدث تغيير في صفوف النادي الاهلي دفاعيا؟ هل يتم استعانه لاحد من اللاعبين زي السرعوه ام ماذا سيحدث؟ لكن لغايه دلوقتي انا شايف ان الخمسه اللي في الملعب هم اللي بدا بيهم كابتن طارق خيري. 4 دقائق 5 ثواني على انتهاء الكوارتر الاول. دولا بيضغط على حاتم البحيري، بيعدي بسكرين قبل الثمان ثواني من تودو براين. دولا وحاتم، يعدي حاتم طلع سكيب باس لابو النصر، يدي للبحيري في البيز لاين، يحاول اخترق يوصل بايده الشمال اي حاجه ما بتجيش، تطلع اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. 21-9 لصالح نادي الاتحاد. دولا، رامي جالوي المحترف الامريكي هيلعب لوحده، طلع سكيب باس رامي يلحقه على طول مؤمن، هيثم ميديم شوت بينجح في تسجيلها 23-19 23-9 عفوا. ابو النصر بيعدي ومعاه جلوي، وصل ابو النصر ادى لسيف سمير وسيبي هوك كده جميل بيسجل بين نقطتين يضيق الفارق، يبقى 23-11 لصالح نادي الاتحاد. دول الاتحاد بيعدي بملعبه مع دفاع قوي ويقدر ينجح ان ما اتقطعتش، الحكم على طول حسب فاول على حاتم البحيري لاعب النادي الاهلي. دولا من الاتحاد، جالوي يبحث عن جالوي، مؤمن معاه ديفنس ينزل معاه هيلب على طول تودو براين، لكن بينجح جالوي انه يسجل نقطتين لصالح نادي الاتحاد 25-11. ابو النصر بيوصل وبتتقطع منه وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. دقيقتين 44 ثانية على انتهاء الكوارتر الاول و15 ثانية على انتهاء زمن ال 24 ثانية زمن الهجمة. تغيير بيحصل، يخرج حاتم البحيري ومؤمن ابو العينين، ينزل كريم دهشان ومصطفى مشعل واحد من نجوم اللقاء ايضا امس بعد العمل الريمونتادا امس بعد ما كان النادي الاهلي خسران 16 بونت وصل الفارق النهار، وصل في الكوارتر الثالث والرابع ان هو يستطيع انه يوصل ويكسب المباراه. تم حسم البطوله رسميا، يتبقى هذا اللقاء، يتبقى فقط الاعلان الرسمي على الفائز وهو النادي الاهلي، وتتزين اعناق الفريق بالميداليه الذهبيه. فكر حضراتكم ان كان في مباراه قبليها ما بين الجزيره وسبورتن وانتهت لصالح الجزيره 91-75 واصبح كده المركز الثالث لصالح نادي الجزيره. ابو النصر نرجع للمباراه، تودو بروين ميدياماتك يا تود، بينجح فعلا في تسجيل نقطتين ميديام شوت بتاع تودو بروين او تصويبه متوسطه المدى. هيثم لجالوي يشوط 3 بونت قصيره ما بتجيش، فين الريباوند؟ لكن ابو النصر بيحاول يخبطها في جالوي ما بتطلعش، ما بتخبطش فيه وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. 14 ثانيه ودقيقتين على زمن الهجمه ودقيقتين 21 ثانيه. دولا بيعدي بيخترق بيوصل، لكن تودو بروين بيعترضه بفاول وعلى طول الحكم بيديله تكنيكال فاول لانه شاط الكوره كده بايده زي ما احنا شفنا الاشاره كده. على طول كابتن طارق خيري يسحبه وينزل احمد سلعاوي
واحد من نجوم النادي الاهلي وهذا الموسم. دولة على التنفيذ، الرميه الحره الاولى، دقيقتين 18 ثانيه، ده رميه التكنيك، وبعد كده هيشوط الرميتين الحرتين بتوعه. كده حصل تغيير بخروج تودو براين ونزول احمد السلعوي. الرميه الحره الثانيه او الاولى في الفاول، كده 24 13 لصالح النادي الاهلي الاتحاد عفوا، والرميه الثالثه ما بتجيش، يلم السلعوي، سلعوي يلم يطلع بالملعب يدي لكريم دهشان، سلعوي تاني يوصل ويعدي يدي لمصطفى مشعل، يجي له سكرين مصطفى مشعل لكريم الدهشان، كريم بتوصل ما بتجيش، يلم دولة يطلع على الفص بريك يهدي ملعبه، الاهلي بيرجع بسرعه، دولة شوشه بيدي لرامي ويسجل نقطتين، عفوا هيثم كمال بيرتكز كده وبيلف وبيسجل نقطتين عشان تصبح النتيجه 25 13 لصالح نادي الاتحاد. كريم الدهشان ومعاه دولة سلعوة، كريم الدهشان يجرب حظه مرة تانية ما بتجيش، يلم هيثم يهدي على ملعبه يدي دولة، دولة بيعدي الملعب لهيثم هيجرب حظه هو كمان مرة ما بتجيش، ريباوند تحت الباسكت للنادي الاهلي، لكن هنا على طول رامي ابراهيم بيرتكب فاول مع السلعاوي لصالح النادي الاهلي. تخرج الكره بسرعه، ابو النصر بيعدي ومعاه دوله، فنت كويس بيعدي بيه، ياخد دوله في ظهره يعدي ويوصل، والكره كده حب يباصيها لسيف، لكن سيف ما يعني ما قراهاش، توصل على طول فص بريك للنادي الاهلي، حاول جلو يحط دنك ما بتجيش، مستغرب ان هو ما يعني ما اتعملوش فاول يعني، لكن بيعوضها بثلاث نقاط عشان تصبح النتيجه 27 الاهلي 13، 27 الاتحاد 30 الاتحاد 13 الاهلي. كريم ابو النصر سكرين من سلعاوي، ابو النصر 10 ثواني على 24، لكن هنا في دبل فاول بيحتسبه الحكم على النادي الاهلي على الرقم 7 على سلعاوي، وهنا مش عارفين على مين بيحتسبه، على هيثم كمال على طول، الكابتن عمرو ابو الخير بيسحب هيثم وينزل اللاعب احمد ابو العلا بيبو. دبل فاول على النادي الاهلي وعلى نادي الاتحاد على هيثم كمال وعلى السلعوي. هنا رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي 32 13 47 ثانية وثلاث أجزاء من ثانية على انتهاء الكوارتر الأول. عاو على التنفيذ، الرمية الحرة الأولى بينفذ وبينجح. 32 14 الرمية الحرة الثانية وبينجح في تسجيلها ويستحوذ على الكرة. قرار هنا إيه للحكام بيتشاوروا، لكن هنا ادى القرار لنادي الاتحاد. اوتسايد لصالح نادي الاتحاد، بيبو ينزل، هيثم كمال يخرج. خرج من النادي الاهلي تودو براين، نزل السلعاوي. وخرج حاتم البحيري ونزل كريم دهشان. يضغط النادي الاهلي من اول الملعب. دولا لسه معاه الكوره، معاه كريم دهشان. دفاع. رامي سكيب باس الناحيه الثانيه الجلوي بيفنت وبيعدي وبيوصل، لكن بلوك هنا من سيف سمير، لكن الحكم بيقول فاول. بلوك من سيف سمير، حكم ليه وجهه نظر ثانيه قال لك فاول. 34 ثانيه جزئين من الثانيه على انتهاء الكوارتر الاول، رميتين حرتين لجلوي المحترف الامريكي في نادي الاتحاد. 15 الاهلي 32 الاتحاد. جالوا على التنفيذ، الرميه الحره الاولى ما بيجيبش، لم يوفق في تسجيلها. الرميه الحره الثانيه جلوي ما بيجيبهاش برضه، لكن في هنا بوشنج على بيبو لاعب لنادي الاتحاد في اوتسايد للنادي الاهلي. بيحصل تغيير
يخرج جلوي وبينزل محمد طه رقم 5. سيف سمير ما بيجيبش الرميه الحره الاولى، اعتقد هنا كان فيها تندت فاول، لكن الكاميرا ما جابتهاش. بس الرميه الحره الثانيه بينجح في تسجيلها، لا ده فاول عادي، بس هو رميتين حرتين لان النادي الاتحاد استوجب الاربع اخطاء الشخصيه. دوله بيعدي ومعاه مشعل، عفوا ده محمد طه او بيبو لدوله، بيعدي من كريم دهشان، بيوصل الناحيه الثانيه ما بتجيش، ابو النصر لسيف او عفوا لسلعاو بيحاول يحط دنك، لكن بيتم اعتراضه بفاول من رامي ابراهيم عشان يستوجب رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. 11 ثانيه بالتمام والكمال على انتهاء الكوارتر الاول، 16 النادي الاهلي، 32 نادي الاتحاد. سلعاوي الرميه الحره الاولى بيسجل، 17 الاهلي 32 الاتحاد. الرميه الحره الثانيه سلعاوي بينجح في تسجيلها ايضا، 11 ثانيه هيضغط النادي الاهلي، توصل لدوله، دوله معاه كريم الدهشان، بيعدي دوله، هيخلصوها ازاي؟ هل الاهلي هيقطع ويوصل؟ شوشه، يوصل شوشه، بتتلخبط ما بين رجله كده، بيبو بيوصل، بيسجل، بينجح في تسجيل نقطتين عشان ينتهي الكوارتر الاول 34-18 لصالح نادي الاتحاد. دقيقتين على راحت ما بين الكوارترين ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك نادي الاتحاد. دي تعليمات هيقولها دلوقتي كابتن طارق خيري، شرح لخطط لازم يحصل، يعني لازم يحصل تضييق للفرق اكتر من كده، محتاجين تركيز شويه في الديفنس وانهاء الهجمات بطريقه افضل من كده. هل النهارده هيعتمد كابتن طارق خيري على 3 بوينت؟ هل هيعتمد على اللعيبه الانسايد تبدا تلعب من تحت الباسكت؟ كل ده الكلام ده هنشوفه ازاي هيواجه كابتن عمرو ابو الخير النادي الاهلي ويقدر يتحكم في سير المباراه. هنغوص زي ما قلت لحضراتكم ما بين الكوارترين، هنغوص في عقول المدربين وهنبتدي نفكر زيهم ونشوف ونحاول نطلع اراء مستقبليه او يعني توقعات مستقبليه لسير المباراه. يمكن ضيوفنا الاعزاء كابتن خالد بخيت وكابتن عمرو عاشور وكابتن هاني عبد المنعم قالوا ان كابتن طارق خيري هيعمل عمليه تدوير، طبعا الجهد الكبير المبذول من اللعيبه وضغط المباريات، يمكن النادي الاهلي هيخرج من البطوله دي، هيطلع على تصفيات افريقيا، يرجع على الدوري مره ثانيه، في ضغط كبير جدا على اللاعبين. هل هيعمل عمليه التدوير؟ النهارده سحب تودو براين في الشوط الاول ونزل سلعاوي، وسحب ايضا حاتم البحيري، نزل كريم الدهشان. هنشوف عملية التدوير هيدورها ازاي كابتن طارق خيري. نرجع تاني للمباراة، تشكيل نادي الاتحاد، شوشة في أرض الملعب، دولة وعلي محمد علي رقم 42، بيبو، وأخيرا محمد طه أو بيبو. نادي الأهلي كريم دهشان، ابو النصر، سلعاوي، محمد عدلي، ومصطفى مشعل. تغيير دلوقتي حصل بخروج سيف سمير ونزول محمد عدلي. هذا التبادل لصالح النادي الاهلي. تمام، نبدا المباراه على بركه الله. مشعل بتتخطف منه الكره من شوشه، بيوصل شوشه لكن بيرتكب خطا على هنا ان سبورتسمان لايك فاول على مصطفى مشعل. رميتين وحيازه، رميتين وحيازه فعلا،
انا بس بطلب الاعداد ان انا مش سكور على اللوحه بس اللوحه بس على 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 البنتر عندي. رميتين وحيازه شوشه على التنفيذ الرميه الحره الاولى بينجح في تسجيلها اول نقطه في الكوارتر الثاني 35-18 انت الشوط الاول 34-18 والرميه الحره الثانيه بينجح في تسجيلها 36-18 لصالح نادي الاتحاد السكندري. دوله خرج الملعب اهلي بيلعب زون ديفنس شوشه علي لشوشه تاني دوله دفاع قوي من النادي الاهلي يوقف الشوطه تخلص عند بيبو قبل ال 24 سنه بالشوط لكن على طول يلم النادي الاهلي لكن هنا ال 24 ثانيه الحكم لان الحكم بيقول اوت سايد على النادي الاهلي يعني كريم الدهشان حب يلحقها يعني داس على الخط تقريبا. شوشه لدوله من الاتحاد محمد طه لسه زون ديفنس النادي الاهلي بيقفل دفاعاته كويس دوله بيحاول يخش يلم بيبو لكن هنا مخالفه المشي بالكره فعلا كابتن محمد ابراهيم مخالفه المشي بالكره على نادي الاتحاد. سلعاوي ليه مصطفى مشعل يخش الكره على طول في الملعب لسلعاوي سكيب باس الناحيه الثانيه بيقلب بيها الملعب 1 ان 1 سلعاوي بيوصل بيحاول يشوط ما بيجيش يلم محمد عدلي رقم 11 من النادي الاهلي لكن بيرتكب معاه محمد طه لاعب الاتحاد رقم 5 فاول برميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. على التنفيذ محمد عدلي الرميه الحره الاولى ما بينجحش في تسجيلها رميات من ذهب كما قال كبار معلقينا الكابتن رياض شراره رميات من ذهب فعلا. الرميه الحره الثانيه ما بينجحش في تسجيلها يلم بيبو يدي لدوله يطلع دوله بالملعب يدي لبيبو تاني شوشه سكرين لشوشه الناحيه الثانيه لدوله دوله بيحاول يخترق النادي الاهلي ناجح دلوقتي في دفاعاته زون ديفنس يقفل كويس شوشه مع دفاع قوي بتقطع الكره فعلا من محمد عدلي بيطلع على طول لابو النصر هنا بقى عايزين السرعه شويه. سلعاوي كريم الدهشان يجي له سكرين سلعاوي يوصل بالملعب مشعل يدي ليه عدلي عدلي ماذا على ماذا يبحث يبحث عن كريم لكن هنا بيخترق كريم او بيقطع كده وبصيله عدلي وبيتم ارتكاب فاول معاه على محمد طه لاعب نادي الاتحاد رقم 5 برميتين حرتين على طول كابتن عمرو ابو الخير بيسحب محمد طه وينزل مؤمن سعيد او مؤمن دوجه لاعب نادي الاتحاد رقم 10 على تنفيذ رميتين كريم الدهشان والرميه الحره الاولى بينجح في تسجيلها عشان يضيق الفارق او يزيد نقطه في جعبه النادي الاهلي 19-36 والرميه الحره الثانيه بينجح في تسجيلها ايضا 8 دقائق 31 ثانيه على انتهاء الكورتر الثاني. مؤمن دوجه يقود الملعب في صناعه الالعاب كصانع لعب بيبو شوشه البيز لاين اهلي دفاع مقفل كويس بيبو زون ديفنس 2-3 سكيب باص مؤمن دوجه يطلع على طول كريم الدهشان معاه سكيب باص الناحيه الثانيه لمحمد طه في اخر خالص بيشوط اير بول وبينجح النادي الاهلي بتنظيم دفاعاته بعد ما بين الكوارترين ولعب زون ديفنس قدر ان الهجمتين للنادي الاتحاد يمسك الكوره وتنتهي ال 24 ثانيه قبل ما يعمل محاوله على الباسكت. نرجع للمباراه زون مان تو مان نادي الاتحاد سلعاوي يدي العدلي العب يا عدلي تحت الباسكت دور هتدي لمين لف الناحيه الثانيه سكيب باس وحلوه حلوه حلوه يا عدلي بايده الشمال بيفنش يرجع النادي الاهلي لعقل المباراه مره اخرى 36-20 بعد ما انتهى الكوارتر الاول 34-18 يعود النادي الاهلي ظبط دفاعاته دوله ليه علي علي بيخترق لكن هنا في دنك قوي من اسيست جميل قوي من علي لبيبو لبيبو على طول بيستغل الفرصه وبينجح في تسجيل نقطتين عن طريق الدنك. هنا الحكم بيتاكد من سلامه اللوحه البورد لان اللوحه اللي عليها ال 24 ثانيه فوق باظت تقريبا هي طفت فدلوقتي هيستدعي العمال عشان
او القائمين على هذا الموضوع علشان يبتدوا يظبطوا اللغه، لان طبعا انتوا عارفين لازم اللعيب يبقى باصص وشايف زمن ال 24 سنه عشان يبتدي هيشوف هيلعب امتى ومش هيلعب امتى والكلام ده كله. برضو بتساعدنا احنا كمان عشان نقول لكم على التايم اثناء المباراه. بدا النادي الاهلي بنتيجه 34-18. رجعت اللوحه تاني مره اهي. دلوقتي النتيجه زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه 38-22. النادي الاهلي غير دفاعاته من مان تو مان الى زون ديفنس، استطاع ان هو يقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي، مفاتيح لعب نادي الاتحاد، وقدر ان هو ينجح في مرتين ل 24 ثانيه تصفر على نادي الاتحاد قبل ما يلعب. نرجع للمباراه، يضغط نادي الاتحاد من اول الملعب، يعدي سلعاوي، عوا بيعدي، يباصي لابو النصر، اختراق من البيز لاين، يطلع لكريم دهشان، يلا كيمو ما بتجيش، سكند شوت عند سلعاوي، بيطلع العدلي، يطلع يا عدلي، عدلي بيطلع ما بتجيش، يلم على طول علي لشوشه بيحاول معاها دفاع النادي الاهلي، محمد طه، شوشه، دوجا، ياسر دوجا من نادي الاتحاد، زون ديفنس لسه النادي الاهلي مكمل، علي لشوشه فاضي خالص، تطلع بره لبيبو، بيبو ميديم شوت وبينجح فيه تسجيل نقطتين لصالح نادي الاتحاد، 40-22، 18 نقطة فارق لصالح نادي الاتحاد. سلعاو بيطلع بالملعب، يدي لمصطفى مشعل، يعدي مصطفى مشعل، 6 دقايق 40 ثانية، سلعاو على البيز على الهاي بوست، يطلع سكيب باص لابو النصر، ابو النصر لقطع على طول عدي حلو قوي، لكن بيبو بيعمل بلوك ولا اروع، بيوصل بيه على طول ياسر دوجا، فص بريك، لكن هنا على طول فاول، الحكم حسب فاول. حتى كريم يعني مش مصدق، مش عارف، لكن نترك الكلام ده للاستوديو التحليلي، انا شايف انها مش فاول، لكن عامه ده قرار الحكم ولازم نحترمه. الكره بتطلع لشوشه، علي، بلاش حد يقطع، دبل تيمين، سكيب باس ياسر دوجا في البيز لاين، بيحاول يشوط ما بيجيبش، لكن هنا الريباوند عند مين؟ يعني مفيش حد مساعد ابو النصر، يلم بيبو من فوق ويسجل نقطتين عشان يوسع الفرق الى 20 نقطه ما بين الاهلي والاتحاد. ابو النصر سلعاوي وبيحاول يجيب باسكت، لكن بيعترضه بيبو بفاول ورميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. هيحصل تغيير في صفوف نادي الاتحاد، هينزل احمد الصباغ وهيطلع يوسف شوشه، رقم 13 احمد الصباغ اللي نازل قدام حضراتكم، واللي خرج يوسف شوشه رقم 8. 5 دقائق 58 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني. سلعوا على التنفيذ الرميه الحره الاولى، ما بينجحش في تسجيلها، رميات من ذهب كما قلنا من قبل، تؤثر في نتيجه المباراه. لما تيجي كده تحسب كل فرقه ضيعت قد ايه، ممكن تلاقي كسبك الماتش، خسرك الماتش. وينجح في تسجيل الرميه الحره الثانيه. هيحصل تغيير هنا في صفوف النادي الاهلي، خرج محمد العدلي، هنشوف نزل مكانه مين بس اول ما الكادر يفتح. وكريم دهشان ايضا خرج، نزل مودي الجرحي ونزل تودو باي. ياسر دوجا ومعاه مودي الجرحي من اول الملعب، يعطله كده خمس ثواني ويوصله اللي هو يعني ما يقدرش يعمل حاجه. لعب النادي الاهلي مان تو مان تاني، علي ومعاه سلعاوي، لكن بتخرج اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. هيرجع الاهلي زون ديفنس ولا هيكمل مان تو مان؟ هنشوف دلوقتي الوضع الحالي لغايه دلوقتي. زون ديفنس، زون ديفنس. ياسر دوجا على الهاي بوست العالي ومعاه تودو براين بايده الشمال بيحاول يجيب باسكت ما بتجيش، صراع على الكره فضائي ما بين تودو براين وعلي، مين اللي هيلم ريباوند؟ ريباوند مين؟ سكند شوت كتير قوي الاهلي لغايه دلوقتي ما لمش ولا ريباوند. هنا بيحصل ايه؟ صفره الحكم بتحسم الموضوع وبتحسم الصراع الدائم الفضائي على مين؟ الكره على رقم على تودو براين، فاول على تودو براين لصالح نادي الاتحاد، رميتين حرتين لعلي محمد لاعب نادي
الاتحاد رقم 42 على التنفيذ الرمية الحرة الأولى ما بينجحش في تسجيلها، تظل النتيجة كما هي 42-23 لصالح نادي الاتحاد. الرمية الحرة الثانية ما بينجحش في تسجيلها، يلم تودو براين يطلع على طول لمودي الجرحي، مودي الجرحي صانع الألعاب طلع الباصة كده لكن هنا تتقطع منه من أحمد الصباغ، لكن أحمد الصباغ كانت رجله بره الملعب على طول تحتسب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد لصالح النادي الاهلي ابو النصر مودي، لكن هنا في فاول على رقم 5 محمد طه، فاول لصالح النادي الاهلي 5 دقائق 20 ثانية. سكرين السلعاوي واختراقاته وبمنتهى الشياكه والاناقه بايده الشمال يسجل نقطتين في جعبه النادي الاهلي 25-42. بدا النادي الاهلي يفوق ويدخل عقل المباراه مره ثانيه، ياسر دوجا ومعاه الجرحي، لكن هنا في فاول على علي لصالح النادي الاهلي، فورسنج او خطا مهاجم لصالح النادي الاهلي. 5 دقائق ثانيتين على انتهاء الكوارتر الثاني، مودي الجرحي ابو النصر من تمان نادي الاتحاد يبحث عن مودي، ومودي يبحث عن الثلاثات ويبحث عن الانسايد، واول ثلاثه المودي ما بتجيش، تودو براين على السكند شوت، هنا في فاول الحكم حسب اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. 4 دقائق 47 ثانية على انتهاء الكوارتر الثاني، ياسر دوجا بيعدي من الملعب يدي لعلي، علي ليه طه بيبو الصباغ بيفنت وبيعدي يقابله توتو براين يقفل له الميدل يدي لعلي، لكن هنا في فاول يرتكبه ابو النصر رقم 23 من النادي الاهلي على النادي الاهلي لصالح علي لاعب نادي الاتحاد. 4 دقائق 28 ثانية فاول على النادي الاهلي يرتكبه محمد ابو النصر لصالح علي محمد لاعب الاتحاد رقم 42 برميتين حرتين. الرميه الحره الاولى ما بت... لا بتيجي 25 الاهلي 43 نادي الاتحاد. الرميه الحره الثانيه وبينجح في تسجيلها عشان تبقى النتيجه 44-25 لصالح نادي الاتحاد. ابو النصر مودي، مودي مرة تانية أبو النصر، تودو براين ميديام شوت من تود ما بتجيش، على طول الصباغ يلم من الاتحاد بيعدي بملعبه يدي لطه، طه للصباغ الناحية التانية لياسر دوجا سكرين. هل النادي الأهلي يرجع لدفاعات تاني زون ديفنس؟ الكرة كده بتتباصى وباصة كده خلفية وباسكت ليه أحمد الصباغ، وفاول على النادي الاهلي برميه حره اضافيه او اند وان. هل النادي الاهلي لما رجع ديفنس مان تو مان اخطا؟ هل ديفنس زون ديفنس كان يقترح ان هو كان يكمل؟ عامه هنسيب الكلام والتحليل الفني للكابتن خالد بخيت والكابتن عمرو عاشور والكابتن هاني عبد المنعم مع نجمنا كابتن خالد العوض. الرميه الحره الاولى ليه الصباغ ما بتجيش، هي تندد فاول دي تقريبا او ان سبورتس مان لايك فاول كده، في رميتين حرتين اللي هم الفاول او رميه حره اضافيه للكاونت. الرميه الحره الاضافيه وبينجح في تسجيلها عشان يبقى النتيجه 47-25. سلعاوي بيخترق وبيوصل وعلى طول يرتكب بيبو فاول برميتين حرتين لصالح السلعاوي. 3 دقائق 55 ثانية رميتين حرتين للسلعاوي. الرمية الحرة الأولى ما بينجحش في تسجيلها. لغاية دلوقتي النادي الأهلي مضيع له مثلا 6-7 أو أكتر كمان في الرميات الحرة. الرمية الحرة الثانية بينجح في تسجيلها، بيحصل تغيير في صفوف نادي الاتحاد، بينزل هيثم كمال وبيطلع علي محمد علي العائد توه من امريكا.
يضغط النادي الاهلي اخر ثلاث دقائق في الكوارتر الثاني. بصة طويلة للصباغ لهيثم اللي لسه نازل. سكرين ياسر دوجا لبيبو في ميس ماتش تحت. سكيب باس الناحية الثانية للصباغ بيشوط ثلاثة بونت وبينجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح النادي الاتحاد. 50-26 25-24 نقطة ارتفع الفارق. سلعاوي لمصطفى مشعل بيوصل ما بتجيش بيحاول تاني بتلمس مصطفى مشعل وبتطلع اوت سايد على النادي الاهلي. ياسر دوجا 3 دقايق 20 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني. لسه المباراه. صباغ بيوصل بيروح معاه سكرين معاه. هنا في فاول صح هنا في فاول. بيوصل الصباغ وبايده الشمال ومعاه السلعاوي بيحاول يعمل بلوك ما بتجيش بيلم على طول النادي الاهلي لكن بيرتكب فاول مع بيبو لاعب نادي الاتحاد. رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي او عفوا مش بيبو ده هيثم كمان. ابو النصر على التنفيذ. 3 دقائق 10 ثواني على انتهاء الكوارتر الثاني. الرميه الحره الاولى وبينجح في تسجيلها. ابو النصر على التنفيذ الرميه الحره الثانيه 27-50 ما بيسجلش يلم بيبو او علي عفوا يدي لياسر دوجا. ياسر دوجا الاهلي بيلعب مان تو مان تاني لكن هنا في فاول اوفنسيف فاول على الصباغ لصالح النادي الاهلي. بيحصل تغيير في صفوف نادي الاهلي بيخرج سلعاوي وبينزل سيف سمير. اوتسايد صالح نادي الاهلي مودي الجرحي مؤمن لسه نازل. مودي مشعل بيدي لتود بيضغط على تود مش عايزين يديله فرصه عشان يشوط. مودي جرب حظه يلا يا مودي ما بتجيش. صراع فضائي ينتهي عند مين؟ ينتهي عند الصباغ. فاست بريك سريع مين اللي هيلحق الكوره؟ لحق الكوره نادي الاتحاد ومحمد طه بينجح في تسجيل نقطتين وبياخد فاول على مودي الجرحي لاعب النادي الاهلي باند 1 عشان يتسع الفارق 52-27 لصالح نادي الاتحاد. دقيقتين 32 ثانيه ايه اللي هيتقال في الاستوديو التحليلي وايه النصائح اللي هتروح لكابتن طارق خيري وماذا يفكر طارق خيري في هو وجهازه الفني في احداث الكوارتر الثالث والرابع. كل الكلام ده هنشوفه في الاستوديو التحليلي. وادي 3 بونت من بعيد ايربول ما بتجيش يلم تودو براين يحط دنك عشان يعلي النفسيه كده ويحط نقطتين. 27-53 مؤمن عفوا الصباغ احمد الصباغ بيباص كده ما بتجيش تروح اي حاجه لكن الكره بتطلع اوت سايد على نادي الاتحاد عفوا النادي الاهلي. اوت سايد لصالح النادي الاتحاد. دقيقتين 6 ثواني 13 ثانيه على زمن ال 24. دفاع قوي من النادي الاهلي. ياسر عفوا طه بيشوط ميديم شوط ما بتجيش يلم التود يطلع بملعبه من جري عايزين نسرع هنا شويه في فاست بريك. جيف اند جول تتقطع في النص من ياسر دوجا. ياسر بيطلع بالفاست بريك 3 على 3 هيعمل ايه ياسر؟ بيباصي لطه يرجع تاني لياسر يهدي على ملعبه عنده 15 ثانيه على 24 بينزل تحت لعلي. علي بيقطع والقطع حلوه من هيثم كمال بتسجل نقطتين لصالح نادي الاتحاد. 55-29 كره مع النادي الاهلي. مؤمن مودي تودو براين تحت حاول اخترق بيوصل لسلعاوي الى سيف لكن سيف ما قراهاش وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. دقيقه 21 ثانيه يخرج ينزل ابو النصر ويخرج مصطفى مشعل في تغيير تاني هيحصل في صفوف نادي الاهلي. حاتم البحيري هيدخل وهيخرج مين هنشوف دلوقتي. واحد دقيقه 21 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني. مباراه عصيبه هل هتشبه مباراه امس؟ اتمنى هذا. 56-29 لصالح النادي الاتحاد. ياسر ومعاه مودي الجرحي حاول يعدي بملعبه
الناحية الثانية العلي. علي بيجرب حظه على الثلاثة بونت يوسع الفارق. فعلا يوسع الفارق ليه 58. تايم اوت على طول او هنا في شورت تايم اوت او ايه 55-29 لصالح النادي الاتحاد. لا تايم اوت ولا تكنيكال انا مش عارف بس هو تايم اوت لغايه دلوقتي. تايم اوت لصالح نادي الاهلي 55 الاتحاد 29 الاهلي. زي ما احنا شايفين في الشاشه سياده الوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره القدم ومعهم اعضاء مجلس الاداره زي الكابتن محمد عبد المطلب والكابتن علاء زهران لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب منتخب مصر وايضا اسطوره كره السله النسائيه الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس اداره النادي الاهلي ووجود ايضا المهندس الدكتور مجدي مهند مجدي وايضا الكابتن رؤوف عبد القادر لدعم لاعبي ناشئين والدرجه اولى النادي الاهلي. 56 نادي الاتحاد 29 الاهلي. ثواني على انتهاء الاحداث الكوارتر الثاني. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكابتن طارق خيري زي ما احنا شايفين على الشاشه 55 الاتحاد 29 الاهلي وهنقول لكم فاضل قد ايه بالظبط على احداث الكوارتر الثاني. كره مع النادي الاهلي مودي الجرحي ليه حاتم البحيري اللي لسه نازل زون ديفنس نادي الاتحاد عفوا مان تو مان مؤمن لحاتم البحيري بيعدي حاتم بيوصل حاتم بايده الشمال سيمي هوك بيسجل نقطتين على طول 40 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني. يضغط النادي الاهلي دفاع قوي من النادي الاهلي مؤمن بيعدي هنا في ايه هنا في فاول فاول على مؤمن ابو العينين 56-31 لصالح نادي الاتحاد 55 رميتين حرتين لمحمد طه لاعب نادي الاتحاد الرميه الحره الاولى على التنفيذ ما بيسجلش 36 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني. الرميه الحره الثانيه بينجح في تسجيلها 56-31 اقل من نص دقيقه على انتهاء الكوارتر الثاني. حاتم البحيري عايز يضيق الفارق 3 بونت من بعيد ما بتجيش صراع على الهواء يحسمه على طول هيثم هيثم بيدي لياسر دوجا 20 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني. ياسر لهيثم يعدي هيثم لياسر دوجا ثاني 10 ثواني لعلي لكن هنا حاتم البحيري بيرتكب خطا شخصي عشان يمنع علي من تسجيل نقطتين برميتين حرتين لصالح علي لاعب نادي الاتحاد. 7 ثواني و9 أجزاء من الثانية على انتهاء الكوارتر الثاني. علي لاعب الاتحاد تسجيل الرمية الحرة الأولى ما بيسجلهاش والرمية الحرة الثانية ينجح في تسجيلها على طول هيطلع كره النادي الاهلي بسرعه جدا هيفنش 3 بونت ولا بنتريشن ولا من تحت الباسكت فعلا من تحت الباسكت سيف سمير ودانك بيفنش فيه ايه في اللحظات الاخيره وبيحصل على فاول برميه حره اضافيه او كاونت وفي ديسكواليفايد على اللاعب رقم 6 هيثم ديسكواليفايد يعني مش هيشارك في المباراه مره ثانيه خلاص ده خرج بره الملعب تماما من اطار الملعب. هيثم كمال واحد من العناصر المؤثره جدا في او تحت الباسكت في نادي الاتحاد في ديسكواليفايد اكيد قال حاجه اكيد عمل حاجه والا الكابتن محمد ابراهيم ما كانش اداله ديسكواليفايد على طول. مناقشات ما بين النادي
الاتحاد او اعضاء مجلس او اعضاء الجهاز الفني وما بين اللاعبين كابتن بيبو وكابتن عمرو ابو الخير. هنشوف دلوقتي كده في باسكت للنادي الاهلي باند 1 او كاونت 1 مور. اصبحت النتيجه 33-56 وديسكواليفايد على هيثم زي ما احنا شايفين قدامنا. هو خارج بره الملعب تماما ودي تعليمات وقانون ولازم ينفذ. الرميه الحره الاضافيه لهيثم سيف سمير في اخر دي ثانيه اثنين وجزئين من الثانيه. رميه حره اضافيه لسيف سمير على التنفيذ. كابتن وائل ابراهيم متاكد من خروجه وهو فعلا خرج هيثم والتزم بروح رياضيه جدا التزم بالقرار وفعلا خرج بدون ادنى مشكله جدا ودي حاجه كويسه جدا. يمكن بعض اللاعبين بيحسوا بالظلم في الحاجات زي كده فبتدي يعني بيبدا اعتراضه، لكن هيثم راجل لعيب محترف وراجل لعب لمنتخب مصر وواحد من الركائز الاساسيه خرج منتهى الادب والشياكه جدا. رمية حرة إضافية مشاورات ما بين الحكام. سيف سمير حط ضنك فاضل ثانية وجزئين من الثانية بالوان مور. كابتن وائل إبراهيم بيقول للناس نقعد ونهدى ثانية على انتهاء الكوارتر الثاني. رمية حرة إضافية لسيف سمير 33-56 ما بينجحش في تسجيلها في رميتين وحيازه. مؤمن على تنفيذ الرميه الحره الثانيه الاولى قصدي ينجح في تسجيلها 34-56 والرميه الحره الثانيه بينجح ايضا في تسجيلها 35-56 جانب من الحضور. اخر ثانيه مؤمن بتتعلق واحده من الطرائف كره السله وبينتهي الكوارتر الثاني 35 الاهلي 56 نادي الاتحاد. ايه اللي هيحصل ما بين الشوطين؟ ايه اللي هيتكلم فيه كابتن طارق خيري تعديل صفوفه مره اخرى؟ هل هيحصل المنتدى زي امس؟ هنشوف كل الكلام ده وهنحلله فيه مع الاستوديو التحليلي على أن نلقاكم بإذن الله. نرجع للمباراة. يوجا حاول اخترق يوصل تطلع الكرة وبتخبط اوت سايد وبتطلع لصالح النادي الأهلي. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في أحداث الفترة الثالثة من نهائي دور المرتبط لموسم 2018-2019 بين النادي الأهلي المارد الأحمر وبين نادي الاتحاد سيدي البلد. انتهت أحداث الكوارتر الثاني 35-56 زي ما قلنا لحضراتكم. وتراي كده على الباسكت من حاتم البحيري لم بيبو يدي لطه طه لرامي رامي وتمريرة كده أو سلم خلفي باك ليب وبيسجل نقطتين عشان تصبح النتيجة 60-37 او عفوا 58-37. صراع على الكره بيرتكب فاول على طول احمد الصباغ وبيعتذر لسيف سمير. الفاول الاول على نادي الاتحاد 8:43. مودي الجرحي ابو النصر مؤمن سيف سمير وحاتم البحيري. ابو النصر 3 بونت ما بتجيش يلم شوشه الاتحاد يطلع شوشه بملعبه بيدي لياسر دوجا سكرين من بيبو بيحاول ياسر دوجا ومعاه دفاع قوي من مودي لكن هنا في فاول على مودي الجرحي لاعب النادي الاهلي اوتسايد لصالح النادي الاهلي. افكر حضراتكم باحداث اللقاء اللي حصل في الكوارتر الثاني ان في ديسكواليفايد حصل لهيثم كمال لاعب نادي الاتحاد وعلى اثره على طول خرج في الثانية الأخيرة وخرج من الملعب ولن يشارك في أحداث المباراة. رامي لشوشة سكرين الأهلي بيلعب مان تو مان تاني شوشة بيشوط في الآخر لحظة ما بتجيش السكند شوط من النادي الأهلي السكند ريباوند أو ريباوند من النادي الأهلي حاتم البحيري أبو النصر مؤمن
مودي جرح لسيف سمير ومعاه بيبو. سيف بيحاول يرتكز ويلف وبيطلع لمودي، تتقطع في السكه، بتوصل ليوسف شوشه فص بريك، بتوصل بايده الشمال وبيسجل نقطتين لصالح نادي الاهلي 37-60. مؤمن 7:40 يبحث مودي عن الثلاثيه. ابو النصر 1-1 موقف واحد على واحد، حاول اخترق، بيوصل من بيز لاين، بلوك من بيبو، لكن هنا في فاول على الصباغ رقم 13 لاعب نادي الاتحاد. برميتين حرتين لمؤمن عفوا لابو النصر 39-62. يسعى النادي الاهلي للعوده مره اخرى، هنشوف احداث الثالث والرابع هيحصل فيهم ايه. هنا بقى الثالث هو الفيصل. ابو النصر رمية الحرة الأولى، وما زال مسلسل إهدار الرميات الحرة مستمر. الرمية الحرة الثانية بينجح في تسجيلها 39-62. ياسر دوجا، لكن هنا في فاول على أبو النصر، احتسبه الكابتن وائل إبراهيم. 38-64، 7:24 على انتهاء زمن الكوارتر الثالث. اوتسايد صالح نادي الاتحاد، ياسر بيطلع لشوشه، يبحث عن الثلاثيه، يشوط الثلاثيه ما بتجيش، يلم سيف سمير يطلع ليه مودي الجرحي لابو النصر، يعدى ابو النصر بملعبه، يخترق واحد على واحد، بيتزحلق بيطلع لمؤمن. مؤمن هيعمل ايه؟ هيباصي لمودي سكيب باص الناحيه الثانيه، سكرين من سيف لمودي، بيطلع عليه حاتم البحيري، حاتم البحيري يحاول يخترق ويوصل، فعلا يوصل وما بتجيش، لكن سيف سمير في السكند شوت بدنك جميل يعدي النتيجه الى 40-64 لصالح نادي الاتحاد. بيبو الاتحاد، شوشه عفوا الصباغ بيحاول يخترق وبينجح كده بمساعده البورد وبيسجل نقطتين 66-40. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الاحداث المباراه ان لقب البطوله تم حسمه فعليا لصالح النادي الاهلي. فوز الكبار امس والصغار، وفوز الصغار اليوم اعطى الافضليه للنادي الاهلي وتم حسم هذه البطوله. شوشه ومعاه مؤمن، ارتكاز خلف باك بيفو، تطلع لرامي، رامي من بيز لاين ويوصل بدنك من البيز لاين بنقطتين لصالح نادي الاتحاد. ابو النصر من النادي الاهلي، حاتم وباك لي اب بايده الشمال بيسجل نقطتين 42-68 لصالح نادي الاتحاد. نرجع للمباراه مره ثانيه، ياسر دوجا، بيبو الاتحاد، صباغ ما يلاقيش حد، بيستعمل ايده الشمال وبيشوط على اللوحه وبيسجل نقطتين لصالح نادي الاتحاد، يتسع الفارق الى 28 نقطة. حاتم البحيري بصة كده خلفية يقراها رامي في السكة على طول، يطلع بفص بريك 4-3، يقف ياسر دوجا من البيز لاين يشوط 3 بونت، يوسع الفارق ل 31 نقطة وفص بريك سريع لحاتم البحيري وبيسجل نقطتين يعوض يضيق بيهم الفارق تاني. 44-73، 29 نقطة لصالح نادي الاتحاد. تسع الفرق مرة أخرى، ماذا يبحث كابتن طارق خيري عن تقليل هذه الفرص أو هذه النقاط. فاول على سيف سمير برميتين حرتين لصالح نادي الاتحاد، يحصل تغيير، يخرج مودي الجرحي وبينزل تودو براين. يبقى يمسك الملعب هنا حاتم البحيري، يبقى الثلاثة اللي فوق حاتم وأبو النصر ومؤمن، والرمية الحرة الأولى بيرجليها رامي أو ما بيسجلهاش، والرمية الحرة الثانية هنشوف هيعمل فيها إيه. 5 على انتهاء الكوارتر الثالث، 44 الأهلي 73 الاتحاد، وبيسجل الرمية الحرة الثانية. حاتم البحيري بيحصل تغيير، يخرج ابو النصر وينزل
خاتم البحيري بيخرج مشعل وباصه كده اسيست جميل لسيف سمير وبيسجل نقطتين يضايق الفارق 46-74 لصالح نادي الاتحاد. ياسر دوجا ياسر حاول اخترق باصي كده تتقطع في السكه على طول تودو براين يكمل على فاص بريك يروح لابو النصر يوصل ابو النصر سجل يا ابو النصر ما بتجيش يلم على طول نادي الاتحاد. ياسر دوجا يقف على ملعبه عايز يطمن على اللعيبه اللي وقعت. ياسر دوجا تطلع لرامي في البيز لاين يحاول اخترق لكن هنا في فاول على تودو براين. نادي الاهلي واضح الاجهاد عليه. نادي الاتحاد زي ما اتفقنا في الاول يبحث عن الفوز، فوز نفسي ومعنوي، بيقول انا كسبت البطل، والنادي الاهلي كان عايز ياكد الفوز عشان يقول انا البطل لهذه البطوله. لكن احداث المباراه زي ما اتفقنا انها فيها متغيرات كتيره، بيحصل تغيير دلوقتي يخرج ياسر دوجا والصباغ وهنشوف نزل مكانه مين، اعتقد جلوي نزل وهنشوف التاني مين. رامي ابراهيم القادم من الزمالك الى صفوف نادي الاتحاد السكندري، والرميه الحره الاولى بينجح في تسجيلها. رامي ابراهيم الرميه الحره الثانيه ينجح ايضا في تسجيلها. افتقد النادي الاهلي الى رامي جنيدي لاعب النادي الاهلي المصاب، وايضا ابراهيم الجمال واحد من اهم عناصر منتخب مصر والنادي الاهلي، وايضا طارق الغنام للاصابه في ظهره، غيابات كتير مؤثره النهارده على النادي الاهلي. نرجع للمباراه، شوطه 3 بوينت من مشعل ما بتجيش، يقطع تودو براين لا بتوصل لجلوي لاعب الاتحاد يدي لدولا لسه نازل، دولا بيشوط 3 بونت ما بتجيش، يلم على طول سيف سمير يطلع لحاتم البحيري اللي هينزل في الملعب، يعدي حاتم البحيري تتقطع منه من دولا لكن هنا بيعترضوا حاتم البحيري بان سبورتس مان لايك فاول على اللاعب حاتم البحيري، يحتسبها الكابتن وائل ابراهيم. دولا على التنفيذ الرميه الحره الاولى ينجح في تسجيلها 3 دقائق 43 ثانية، وبينجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية، تصبح النتيجة النادي الأهلي 46 نادي الاتحاد 78. أوتسايد لصالح نادي الاتحاد. جلو اللي لسه نازل بيدي العالي برضه لسه نازل، رامي يبحث عن شوشه تتقطع في السكه، هنا بودي حسام لاعب الناشئين يقدر ياخد الكره اللي لسه نازل، خطف الكره وبتحسب له ان سبورتس بان لايك فاول برميتين وحيازه لصالح لاعب بودي حسام. بينجح في تسجيل بودي حسام احد الناشئين النادي الاهلي اللي بينتظروا مستقبل باهر جدا. الرمية الحرة الثانية وبينجح ايضا في تسجيل الرمية الحرة الثانية، ويستحوذ النادي الاهلي على الكرة 78 3 دقائق 34 ثانية على انتهاء الكورتر الثاني. تودو براين كريم الدهشان سيف سمير يلعب واحد على واحد من بعيد بياخد فاول على اللاعب رقم 15 على شوشه وائل شوشه، ورميتين حرتين لسيف سمير والرميه الحره الاولى ما بتجيش. الرميه الحره الثانيه سيف على التنفيذ وبينجح في تسجيلها 49-78. دولا من نادي الاتحاد يطلع بالملعب مع بودي حسام، وفي فاول هنا على بودي حسام لاعب رقم 5.
على طول رميتين حرتين ليه دولا لاعب نادي الاتحاد. دولا لاعب الاتحاد على تسجيل الرمية الحرة الأولى بيخفق في تسجيلها. 78 نادي الاتحاد، 49 نادي الأهلي، فارق التسعة. إجهادات كتيرة للعيبة، إجابات أكثر للنادي الأهلي، هل هي أثرت؟ كل ده هنتكلم فيه في الاستوديو التحليلي. بودي حسام، مشعل، سكرين من سيف لتود براين، كريم الدهشان ينزل لتود، تود بيلعب واحد على واحد، هيفنش بضنك، بيدي اسيست جميل لسيف سمير، لكن بتطلع بتتخطف السكة وتطلع اوت سايد. 8 ثواني على انتهاء الزمن ال 24 ثانية ودقيقتين 59 ثانية على انتهاء الكوارتر الثالث. باد باص من بودي حسام، بيتقطع في السكة، تروح لجالوي، جالوي بيفنش، بيرمي بنقطتين لصالح نادي الاتحاد. بودي حسام بيعدي ومعاه دولا وبيرتكب فاول دولا لصالح بودي حسام برميتين حرتين. رميتين لبودي حسام، لاعب النادي الاهلي تحت 20 سنة، واحد من الناشئين اللي استعان بيهم كابتن طارق خيري، والرمية الحرة الأولى بيسجل. 50-80 لصالح نادي الاتحاد. الرمية الحرة الثانية وبينجح في تسجيلها. 51-80، فاصل بريك سريع في غفلة من دفاعات النادي الأهلي، توصل لشوشة، شوشة العلي، علي بيدور على الميديم شوت، لا يدي لرامي، رامي يجرب حظه على الثلاثة بونت وبينجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح النادي الأهلي، النادي الاتحاد. بودي بيعدي، بودي تودو براين، كريم الدهشان، مصطفى مشعل، فاصل من المهارات، توصل عند تود في الثواني الأخيرة، بتباص لسيف سمير، بتطلع على طول فاصل بريك لدولة وبيعلق ليه أوبراين، لكن بتطلع أوت سايد لصالح نادي الأهلي. دقيقتين 8 ثواني على انتهاء الكوارتر الثالث. لازم نفكر حضراتكم للي ما تابعناش من الأول، البطولة تم حسمها فعليا، فوز النادي الأهلي أمس كبار وصغار، واليوم صغار، فأصبح المباراة هذه المباراة تحصيل حاصل، لكن واضح الإجهاد والغيابات تؤثر على النادي الأهلي وعلى قوام الفريق. هجمة للنادي الأهلي بتنتهي بفاول على رامي إبراهيم لاعب نادي الاتحاد، ورميتين حرتين لمصطفى مشعل لاعب نادي الأهلي. الغيابات النهارده زي ما قلت لحضراتكم، طارق الغنام لإصابة في الظهر، إبراهيم الجمال و رامي جنيدي، ثلاث لاعبين مؤثرين مش في النادي الاهلي بس، في منتخب مصر. مصطفى مشعل على التنفيذ، الرمية الحرة الأولى ما بينجحش في تسجيلها. الرمية الحرة الثانية، مصطفى مشعل ينجح ايضا في بينجح في تسجيلها. 52-83 كره مع نادي الاتحاد، دولا بيعدي بالملعب لعلي جالوي، جالوي بيحاول يعدي، بيدي باص كده للناس اللي قطع في احمد الصباغ وبينجح في تسجيل نقطتين وفاول على بودي حسام باند وان او رميه حره اضافيه لصالح احمد الصباغ لاعب نادي الاتحاد. يخرج سيف سمير ويدخل حاتم البحيري. في كلام كده ما بين بودي والحكم، بيقول له مش فاول، قال له لا انت اتحركت فاول، والصباغ على تنفيذ الرمية الحرة الاضافية بينجح في تسجيلها ويستلم الملعب بودي حسام، يعدي بودي، يجيب سكرين من تود، يروح ليه مصطفى مشعل، حاول اخترق، بيوصل ما بيسجلش، دفاع قوي من علي، يروح على طول فص بريك لجلوي ولشوشه، وشوشه بينجح في تسجيل نقطتين عن طريق الضن
بيزود الفارق 52 الاهلي 88 الاتحاد السكندري. يعدي بودي تودو براين سلمه هاند اوف بيعدي بودي فاصل من المهارات بيحاول يوصل بيخترق على الباسكت ما بتجيش دفاع قوي من نادي الاتحاد سكند شوت عند مين تطلع عند نادي الاتحاد لكن جولة بتطلع منه اوت في اخر 52 ثانية و8 اجزاء من الثانية على نهاية هذا الكوارتر. تغيير هيخرج تودو براين من نادي الاهلي وينزل احمد السلعاوي لاعب نادي الاهلي رقم 7. اوتسايد صالح النادي الاهلي 14 ثانية على زمن الهجمة. السلعاوي باصي لكن شوشة بتقطع وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. سلعاوي لكريم الدهشان سكرين من سلعاوي نسبة الشوط النهارده عند النادي الاهلي قليلة. سلعاوي هيشوط كريم في اللحظة الأخيرة ما بينجحش في التسجيل يلم مشعل والسكند شوت بيسجل نقطتين 88 للاتحاد 54 للاهلي. الثواني الأخيرة في أحداث هذا الكوارتر الكوارتر الثالث يعدي دولة يوصل دولة يخترق مفيش دفاع من النادي الاهلي على طول يلم حاتم البحيري وفصل بريك لمصطفى مشعل وبينجح في تسجيل نقطتين 56 88 15 ثانية على انتهاء الكوارتر الثالث. دولة الصباغ سكيب باس لي شوشة لجالوي بيدور يرتكز يباصي وهنا بيباصي للصباغ اللي كان واخد بوزيشن على كريم لكن كريم ملحقوش وبيرتكب معاه فاول برميتين حرتين لصالح نادي الاتحاد هينفذهم احمد الصباغ رقم 13. الصباغ على الرمية الحرة الاولى ما بينجحش في تسجيلها والرمية الحرة الثانية بينجح في تسجيلها 89-56 لصالح نادي الاتحاد. في اخر ثانية بودي حسام بيشوط لكن تنتهي معها صافرة الكوارتر الثالث بانتهاء الكوارتر الثالث نتيجة 56 النادي الاهلي 89 نادي الاتحاد. دقيقتين راحة على ونرجع تاني لاحداث الكوارتر الرابع. زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي بيغيب عنه زي ما قلت لكم الاصابات رامي جنيدي ابراهيم الجمال طارق الغنام مع اجهاد اللاعبين لعيبه ضغط المباريات يومي لسه لاعبين ماتش امبارح كبير النهارده بيلعبوا ماتش تاني يمكن ما عندهمش ضغوط خلاص هم حسموا البطوله لكن يعني واضح عليهم الارهاق متاثرين بالاصابه. عندنا برضو مصطفى الشافعي واحد من الناس المصابين احمد علي فهمي برضو ايضا واحد من الناس المصابين ده يعني مخلي شكل الجيم بالطريقه دي. تعليمات الاخيره الكابتن طارق خيري لكن برضو نادي الاتحاد ما نقدرش نركن ان هو فريق قوي فريق محترم يمكن الهزيمه بتاعته امبارح كانت اول هزيمه ليه في الموسم. هنشوف الكوارتر الرابع هيسفر عن ايه هل هيضيق الفارق هيتسع الفارق هل هيثبت الفارق تعليمات المدربين للاعبين ايه ده اللي هنشوفه دلوقتي في احداث الكوارتر الرابع. نبدأ أحداث الكوارتر الرابع والكوارتر الأخير في أحداث المباراة. الحيازة التبادلية لصالح النادي الأهلي 56 الأهلي 89 الاتحاد. الحيازة التبادلية لصالح النادي الأهلي بودي حسام مشعل يسعى للاختراق لحاتم البحيري سلعاوي بإيده الشمال بيوصل لكن بلوك من بيبو
بيحاول تاني بلوك تاني من بيبو، ياخد الكرة يحصل عليها جالوي لاعب نادي الاتحاد، يعدي بملعبه يحصل دبل تيم هنا، دولة للاعب رقم 7 اللي لسه نازل ياسر دوجا، لكن على طول مشعل بيلم الريباوند بيعدي بملعبه، هتباصي ولا هتعمل ايه يا مشعل؟ بتقطع في السكة من دولة بدون فاول، دولة 3-2 4-2 ياسر دوجا يجرب حظه تاني ما بتجيش، السكند شوت عند بودي او الريباوند عند بودي يطلع ليه سلعاوي، يوصل سلعاوي سكيب باس الناحية التانية لمشعل، مشعل بيجرب حظه ده الفارق فعلا ينجح في اضافة 3 نقاط لزعبة النادي الاهلي 59-89. دولة ومعاه كريم الدهشان واحد من اللاعبين الناشئين نادي الاتحاد، وبيوصل دولة والسكند شوت ما بيجيبش، لكن السكند شوت من بيبو لاعب نادي الاتحاد والجزيرة السابق، لاعب نادي الاتحاد الحالي والجزيرة السابق والمحترف فيما بين الفترتين في اسبانيا، ينجح في السكند شوت ويضيف نقطتين لصالح نادي الاتحاد. مشعل سلعاوي الاهلي بيحاول يخترق، بيتعمل عليه ديفنس، بيتاخد منه الكرة لكن يرجع ياخدها تاني سيمي هوك، وبيوصل وبنقطتين يوسع يضيق الفارق 61-91. دولة ومعه بودي، دولة بيطلع الكرة سكيب باس للاعب رقم 7 ياسر دوجا، لكن بودي حسام بيقطع في السكة وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. 8 دقائق 17 ثانية على انتهاء الكورتر الثالث الرابع عفوا والمباراة، و16 ثانية على زمن الهجمة. ياسر دوجا لبيبو، دولة يطلع سكرين جالوي، يحاول واحد على واحد بيعدي بسرعته بيوصل ويحاول تاني على السكند شوت بيبو لكن ما بتجيش، يطلع على طول حاتم البحيري لكن تتقطع منه لدولة لجالوي هيعوضها، هيروح بيوصل باك لياب بيلم بيبو في السكند شوت وبايده الشمال في عدم وجود دفاعات للنادي الاهلي بيلم السكند شوت بيبو وبيسجل نقطتين، لكن هنا في تكنيكال فاول على جالوي لاعب نادي الاتحاد زي ما كابتن وائل ابراهيم زي ما شفنا كده وهو بيدي الاشاره برميه وحيازه لصالح النادي الاهلي. 61-93 لصالح نادي الاتحاد. كريم الدهشان وبيسجل الرميه الحره المحتسبه له. بيحصل تغيير في صفوف النادي الاهلي، يخرج سلعاوي ويدخل سيف سمير، بقى الملعب دلوقتي سيف سمير كريم الدهشان حاتم البحيري بودي حسام ومصطفى مشعل. نادي الاتحاد شوشه عفوا الصباغ، دوله ياسر دوجا بيبو واللاعب رقم احمد الصباغ وبيبو ياسر دوجا ودوله و لاعب رقم 5 محمد طه. بودي حسام لسيف سمير يجرب بودي والباوند مفيش حد بيلم، بيبو على طول بيلم في الريباوند ديفنس، تروح للصباغ سكيب باس ليه دولة، دولة بيحاول يخترق سريع بيوصل ويفنش بيبو ويديها له اسيست جميل من تحت الباسكت وبيسجل نقطتين 95-62 لصالح نادي الاتحاد. بودي حسام حاتم البحيري بيوصل لسيف سمير استعمل لوحه ويسجل نقطتين 64-95. دولة نادي الاتحاد، هنقول لكم التايم قد ايه دلوقتي. دولة بيعدي لكن في فاول اوفنسيف فاول على دولة بيرتكبه مع بودي حسام واوت سايد لصالح النادي الاهلي. بودي حسام كريم حاتم البحيري لبودي سكرين لبودي بيعدي بودي مشعل لكن كرة كده اي حاجة تخبط في ايد حد وتطلع منه، فص بريك للصباغ والصباغ لطه وطه بيسجل نقطتين لصالح نادي الاتحاد 64-97 لصالح نادي الاتحاد. 6 دقايق 35 ثانية على انتهاء الفترة الرابعة او الكوارتر الرابع واحداث المباراة. بودي حسام ليه حاتم البحيري حاول يعدي 1 ان 1
لكن هنا في اوفنسيف فاول على حاتم البحيري لصالح نادي الاتحاد. 6 دقائق 25 ثانية، 64 الاهلي، 97 الاتحاد. تغيير، عمر طارق واحد من ناشئين النادي الاهلي بيدخل وبيخرج حاتم البحيري لاعب النادي الاهلي المنتقل هذا الموسم من نادي الاتحاد. بيبو، صباغ يستعمل لوحه مره تانية، ما تجيش معاه، يلم بيبو، مفيش حد هنا في الريباوند، على طول يرتكب عمر طارق فاول برميتين حرتين لصالح بيبو لاعب نادي الاتحاد. ست دقائق 14 ثانية على انتهاء الكوارت الرابع والمباراة. بيبو هو اللي على تنفيذ رميتين الحرتين. بيبو تنفيذ الرمية الحرة الأولى بينجح في تسجيلها. الرمية الحرة الثانية ينجح أيضا في تسجيلها. 64 نادي الأهلي، 99 نادي الاتحاد. بودي حسام، عمر طارق أحد ناشئي النادي الأهلي، بيعدي عمر، يدي سكيب باس ليه كريم الدهشان اللي بيجرب على الثلاثة بونت ويجيب ثلاث نقاط، ثلاث نقاط في جعبة النادي الأهلي. 67-99. ياسر دوجا ومعاه بودي ودفاع قوي، توصل لطه، طه يعمل سكيب باس لياسر دوجا، سكيب باس ثاني لطه وبساط سريعه توصل عند دوجا، لكن هنا في فاول على مصطفى مشعل، بيرتكب فاول ب مصطفى مشعل رقم 70، بيرتكب فاول على ياسر دوجا باوت سايد لصالح نادي الاتحاد. بيبو، ياسر دوجا او ياسر مبارك بيجرب ميديم شوت، بيباصي ليه بيبو لكن على طول بيقراها في السكه. مشعل توصل عند عمر طارق، عمر طارق لبودي حسام، بيهوش بيحاول يخترق لكن هنا في فاول على محمد طه لاعب نادي الاتحاد بي اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 5 دقائق 26 ثانيه على انتهاء احداث المباراه والكوارت الرابع. 67 الاهلي، 99 الاتحاد. اوتسايد لصالح النادي الاهلي، مصطفى مشعل، كريم الدهشان، وودي حسام، ثلاثة بونت ما بتجيش، على طول الصباغ يلم في الريباوند ولوحده خالص ياسر دوجا. ترانزيشن ديفنس عندنا يعني بطيء شوية لكن بينجح ياسر دوجا انه ياخد فص بريك ويسجل نقطتين. 67 الاهلي، 101 الاتحاد. كريم الدهشان يطلع لمصطفى مشعل، حاول يخترق، فاصل من المهارات من بعيد ما بيجيبش، يلم الصباغ مفيش حاجة، بيكمل مصطفى مشعل، ثلاثة بونت من بعيد ما بتجيش، بيحاول يلم مع طارق لكن ياسر دوجا على الفاست بريك المرة الثانية برضو، يمكن نبادي بودي هو اللي اتأخر شوية فلحق ياسر دوجا لكن بفاول بيستوجب رميتين حرتين لصالح نادي الاتحاد. ياسر دوجا على التنفيذ رميتين حرتين، الرمية الحرة الأولى ادي الثانية عفوا ينجح في تسجيلها. 102 67 كرة تتخطف من او 103 عفوا 67، يبقى هو جاب الرميتين الحرتين. اوتسايد صالح النادي الأهلي بعد ما اتخطفت من بودي، تطلع لكريم الدهشان، يعدي كريم. هنقول لحضراتكم دلوقتي التايم قد ايه، 4 دقائق ونص على انتهاء الكورت الرابع. يعدي كريم، يوصل كريم، ايده اليمين ما بيجيبش، يلم على طول بيبو، محمد طه بساط سريعه كده حتى ما فيش دربلايه، وبيوصل رقم 23 لسه نازل حالا لكن الكره بتروح للنادي الاهلي. بودي يجرب، عايز يضيق الفارق تاني، ما بتجيش وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. ادهم طارق الصباغ اللي فنش الكره الاخرانيه، اللي هو معاه الكره دلوقتي، روح ليه مؤمن، مؤمن بيعدي
بيدي الكرة والباصة حلوة لبيبو ونقطتين لصالح نادي الاتحاد. 105 الاتحاد 67 الاهلي. بودي حسام زون ديفنس نادي الاتحاد. سيف سمير باصي لكريم الدهشان قفلوا له الثلاثة بونت اللي بيشوطها، بيطلع لعمر طارق بيجرب حظه هو كمان يمكن تيجي ما بتجيش، يلم بيبو من نادي الاتحاد يقطع في السكة مصطفى مشعل يقاوم عليها يوصل يروح ما بيتراي كده على الباسكت، لكن يلم سيف سمير على السكند شوت وبينجح انه يسجل نقطتين يعترضوا معاهم بيبو لاعب الاتحاد بفاول ورمية حرة إضافية لصالح نادي الأهلي هينفذها سيف سمير. يقف في الملعب يخرج بيدخل علي، هنا الكابتن وائل إبراهيم بيقول لا التغيير هنا مش مسموح إلا في حالة إن الكرة تبقى في حيازة نادي الاتحاد. كان هيخرج بيبو ونزل علي، لكن هنا كابتن قال طبقا للقانون لا هنا مش هينفع يحصل فيه تغيير. رمية حرة إضافية 69-105 لصالح نادي الاتحاد، 3 دقايق 20 ثانية. رمية حرة إضافية أو أند وان لسيف سمير ما بيجيبش، يلم بيبو يطلع ليه مؤمن دوجا وثلاثة بونت من بعيد يلم سيف سمير. بودي حسام على الفص بريك لعمر طارق لكن بعيده وما بتوصلش وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. ثلاث دقائق 8 ثواني على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراه والتتويج الرسمي والفعلي للنادي الاهلي ببطوله الدوري المرتبط 69-105. محمد طه بيعدي يوصل ليه ياسر، ياسر لسه معاه الكوره بتقطع منه تروح لسيف سمير، سرع ملعبنا شويه كريم الدهشان يوصل كريم الدهشان لعمر طارق جرب يا عمر ما بيجيبش، يلم سيف سمير على السكند شوت بتقطع منه تروح لنادي الاتحاد على الفاست بريك ياسر بيقف وميديم شوت وفي داوي وبينجح في تسجيل نقطتين 107-69 لصالح نادي الاتحاد. دقيقتين ونص على انتهاء زمن احداث الكوارتر الرابع والمباراه. مشعل ثلاثة بونت من بعيد ما بتجيش، سيف سمير على السكند شوت وبينجح في تسجيل نقطتين 71-107. محمد طه يهدي على ملعبه يباص الناحية التانية لياسر مبارك لأدهم، أدهم وفاصل من الاستعراض كده ياسر لكن بيخطف منه بيحسب فاول على طول هنا كابتن وائل إبراهيم على عمر طارق لاعب النادي الأهلي برميتين حرتين. دقيقتين 4 ثواني على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراة. 71 الأهلي 107 للاتحاد، فارق كبير. الرمية الحرة الأولى ياسر بينجح في تسجيلها والرمية الحرة الثانية ينجح أيضا في تسجيلها والكرة مع النادي الأهلي. بودي حسام مصطفى مشعل، مصطفى مشعل تاني بودي حسام يخترق يوصل يدي لعمر طارق، عمر طارق بيطلع لبودي على الثلاثة بونت بيشوط ما بينجحش في التسجيل، يلم نادي الاتحاد ياسر لكن هنا في فاول على بودي حسام لاعب النادي الاهلي رقم 5. برميتين حرتين لصالح نادي الاتحاد على التنفيذ ياسر مبارك وبينجح، او عفوا مش ياسر ده مؤمن دوجا هو اللي بيشوط، ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى 109-71 ما بيسجلش الثانيه. السكند شوت مش عندنا، ادهم بيلم بيدي لمؤمن، مؤمن بيعدي مع دفاع قوي من بودي يجي له سكرين بيبو بيطلع ليه ادهم بيشوط ادهم ثلاثة بونت ما بتجيش، يلم مصطفى مشعل يطلع بالفص بريك من جري تتقطع في السكه روح على طول نادي الاتحاد والحكم هنا بيقول مخالفه المشي بالكره على لاعب الاتحاد. كره اوتسايد صالح النادي الاهلي. بودي حسام في مركز صانع الالعاب
يعدي بودي سكرين من سيف سمير، لكن هنا في فاول على ادهم لاعب نادي الاتحاد رقم 23 بيستوجب رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. بودي حسام على التنفيذ، الرميه الحره الاولى ما بيسجلش. 110-71 دقيقه 11 ثانيه على انتهاء احداث الفتره الرابعه والكارت الرابع والمباراه، ما بيسجلش الرميه الحره الثانيه. ياسر بيلم، ياسر سعيد مبارك بيلم، بيطلع لمؤمن، مؤمن بيعدي لمحمد طه، مؤمن تاني مع الكوره، بساط سريعه ادهم محمد طه، حاول يعدي سكرين من بيبو، يقف ويشوط 3 بونت من بعيد وبينجح في تسجيل 3 نقاط، يتسع الفارق الى 113-71 لصالح نادي الاتحاد. ادى الاتحاد النهارده جيم كويس جدا. هل تأثر النادي الاهلي بالغيابات؟ هل تأثر بالاجهاد؟ كل ده هنناقشه في الاستوديو التحليلي وفص بريك لنادي الاتحاد بعد تراك كده من الاهلي ما بتجيش، لكن هنا وما بتجيش ايضا من ادهم، لكن السكند شوت بينجح ان ياخدها نادي الاتحاد وبيسجل نقطتين 115-71. يعدي عمر طارق لمصطفى مشعل، بيشوط ال 20 ثانيه الاخيره، خلاص مباراه على وشك النهايه. ياسر بيشوط 3 بون ما بتجيش، تراي ثانيه، بودي حسام بيطلع بالملعب لكريم الدهشان، بيعلق لسيف، سيف بيجيب ما بيجيبش باسكت، بيحاول تراي على الباسكت لكن بيعترضه لاعب نادي الاتحاد بفاول ورميتين حرتين، ان سبورتس مان لايك فاول، وحيازه اخر 6 ثواني و2 من 10 من الثانيه. سلامات لسيف، واضح ان في يعني في زي اصابه كده. سلامات لسيف ونقاش ما بين بيبو وكابتن طارق خيري. الف سلامه لسيف سمير وسلامات لكل لاعبينا طبعا. يعني في شاف ان النقاش احتد، يعني النقاش احتد. مصطفى الشافعي بيهدي الدنيا خالص. ست ثواني وجزئين من الثانية على انتهاء الكورت الرابع والمباراة، كده نقدر نقول مبروك نادي الاتحاد بالفوز هذه المباراة، لكن نقول أيضا مبروك النادي الأهلي تفوقه وفوزه ببطولة الدوري العام الدوري المرتبط لموسم 2018-2019. زي ما قلنا من بداية المباراة ان دي مباراة الاهلي حسمها النهاردة بالناشئين، بفوزه بالناشئين امس واليوم. النهاردة كان محتاج مباراة واحدة، فعلا قدر ياخدها في الناشئين كابتن احمد الجرحي قيادته الفنية لفريق 16 سنة، وقدر ان هو ينجح بالفوز بهذا اللقب للعام الثالث على التوالي. ما زال الصراع او الاعصاب متوترة طبعا، كل واحد بيبحث عن يعني انا بقول ده بيبحث عن حمايه لعيبه. هيتغير سيف سمير اللي واضح ان في اصابه، سلامات ليه وتمنياتنا له بالشفاء طبعا ولكل لاعبتنا. انا سبورتس مان لايك فاول على بيبو لاعب نادي الاتحاد رقم 14 برميتين وحيازه. لسه الكلام مش عايزين، لا ده هزار، ياسر والبحيري ده بيهزروا مع بعض، مفيش حاجه. عن اللعيبه كلهم اخوه وبيتقابلوا في المعسكرات واصحاب وزمايل وبيخرجوا ويتفسحوا مع بعض. فطبعا يعني اهو خلاص الموضوع انتهى، وفي كلام ما بين الكابتن طارق خيري وياسر وبيبو. رميتين، مؤمن اللي نزل مكان سيف وبيسجلش الرميه الحره الاولى، 6 ثواني وجزئين من الثانيه، وبيسجل الرميه الحره الثانيه 72-115 لصالح نادي الاتحاد. خلاص اخر 6 ثواني على نهاية اللقاء، وفوز نادي الاتحاد 115-72. مبروك لنادي الاتحاد على هذه المباراة، لكن مبروك للنادي الاهلي. في هنا حاجة حصلت، تكنيكال فاول تاني على مين بقى؟ اعتراضات من كابتن شريف علي. تكنيكال فاول على مين؟ هنشوف دلوقتي. هو الكادر ما كانش موضح، لكن كابتن شريف علي واضح ان في اعتراض قوي
واضح ان في حاجه ما عجبتوش، وكابتن طارق خيري بيتكلم. يعني كل ده مع الكابتن وائل ابراهيم. واضح ان الكادر ما جابش حاجه، فهنشوف دلوقتي تكنيكال فاول ده، اعتقد ان هو على الجهاز الفني. ونقاشات ما بين الجهاز الفني النادي الاهلي وكابتن وائل ابراهيم. ماذا يحدث على ارض الملعب؟ جزء بيطمن على سيف سمير، واضح ان الاصابه بالغه، شفاه الله وعافاه ان شاء الله ويقوم بالف سلامه. واعتراضات على النادي من النادي الاهلي، كابتن اسلام علي وكابتن شريف علي على الحكام، ودخل في الموضوع برضو مصطفى الشافعي. يعني احنا ما شفناش لغايه دلوقتي ايه وجه، يعني ايه سبب تكنيكال فاول حتى هذه اللحظات. يعني المباراه انتهت خلاص في اخر ثواني، ست ثواني. والرميه الحره تكنيكال فاول، والحيازه للنادي الاهلي 115 72. سلم النادي الاهلي خلاص خمس ثواني، وتنتهي تنتهي المباراه بصافرتها. مبروك لنادي الاتحاد 115 72، هارد لك النادي الاهلي على هذه المباراه. لكن ايضا بنقول مبروك للنادي الاهلي على فوزه على ببطوله الدوري المرتبط 2018 2019 بتفوقه امس في الدرجه الاولى والمرتبط، وايضا اليوم بالمرتبط بقياده الكابتن الخلوق احمد الجرحي. كنا معكم اعزائي المشاهدين من استوديوهات قناه النادي الاهلي، كنت محدثكم احمد علي، على ان نلتقي بكم باذن الله في مباريات اخرى. فاصل ونعود الى الاستوديو التحليلي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان والحاضر انا الاسم اللي هز جبال من الاول لحد الاخر، هيفضل مصنع الابطال. انا قد الحياه وتحدي ولسه عندي قوه، وعندي اعدي الف سد واعدي اقوم.